في السافانا الإفريقية يسعى أسد للتزاوج. تشعر اللبؤة بالإثارة، لكن الأخ الأكبر يراقب وهو ليس سعيداً. الأسود هي القطط الوحيدة التي تعيش في مجمعات أسرية كبيرة، ويقيم الذكور علاقات أخوة كبيرة. في صغرها تتعلم مهارات ستبقيها حية عندما تكبر. تصطاد الذكور العذباء كما لو أنها أسد واحد. لكن تحالفهما سيتصدع إذا ما أعجب بالأنثى نفسها. صاحب الذيل المكسور هو الذكر المسيطر في القطيع. ذيله المكسور هو بمثابة وسام حرب. لديه كقائد للقطيع نخبة اللبؤات، ضامنا استمرار نسله. على أخيه الأصغر التزاوج خفية عنه. لكن موقعه قد كشف. الذيل المكسور يطلق هجوما غاضبا. أحد أبرز أسباب موت الأسود هو الأسود الأخرى. يمكن لمخالبها القاتلة أن تنتزع اللحم عن العظم. العضلات المشدودة تجعل عظام الإصبع مستقيمة، وتبرز المخلب البالغ طوله 4 سنتيمترات عند الهجوم. باسترخاء العضلات تنكمش الأوتار فيعود المخلب إلى الكف، مما يبقيها حادة وجاهزة للعراك. صاحب الذيل المكسور غير متوازن. يستغل الأخ الصغير هذه الميزة. ضربة على الوجه كادت أن تصيب عينه. على صاحب الذيل المكسور إنهاء الأمر. يضغط الأسد المسيطر ويستعيد الهدوء. سيكون الأسد الصغير محظوظا إذا بقي في القطيع. بإمكان صاحب الذيل المكسور استلام جائزته إن تمكن من إيجادها. إنها تلعب لعبة الاختباء.